كل واحد يذكر لي فائدة واحدة يحسن السكوت عليها. نعم. الفائدة أن لابد أن تعلم أطفالك في البيت العربي. نعم، العربية، تتكلم بالعربية في بيتك مع زملائك، هذا يعرف اللغة العربية، لماذا لا تكلم بالعربية؟ صح؟ الآن اللغة العربية عندك تنقص، والله إذا لم تتكلم بها تنقص، بعض الكلمات راحت عنك، صحيح؟ أي نعم، نعم. الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فإذا كنت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدعو لما دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مثل بعض الناس الحالة يضعها في الجوال في الواتساب والنار وأشياء يعني يضع غريبة والغنم. يا أخوان اغتنموا هذه الفرصة، والله تسأل. نعم يا أخي. لابد أن نعلم التوحيد، لابد أن نعلم التوحيد، لأننا نشك في التوحيد. إذا لابد أن نعلم التوحيد ونبدأ بالتوحيد كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الإيمان؟ ولابد أن نعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. الله يفتح عليك. مراتب الدين الثلاثة، يقول تعلمنا مراتب الدين ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان، وكل مرتبة لها أركان. الصبر ثلاثة أقسام: أولا لابد تصبر على العلم، وتصبر على العمل، وتصبر على الدعوة. وأنواع الصبر الثلاثة. نعم يا أخي. طلب الشخص يكون إذا كان حيا وقادرا. نعم، يقول يصح أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه بشرط أربع: حي، حاضر، قادر، أعتقد أنه سبب. نعرف معنى الشرك ونحذر. لابد أن نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه ونحذر منه. أما الحكم على أشخاص هذا ليس لنا. الدعوة إلى غير المسلمين، لابد ندعو غير المسلمين. نعم. لسنا علماء ولسنا أهل للفتوى، لكننا أهل لأن نعلم الذي تعلمنا نثق فيه 100%. نعم، الفرق بين الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. لابد أن ترتقي إلى مستوى أعلى في طلب العلم مثلا. الله يجزاك خير. يقول إلى متى ونحن ندرس الأصول الثلاثة؟ عيب. هذا المجلس آخر مجلس ندرس فيه أصول ثلاثة. لو جئت المرة القادمة وقال الشيخ مصطفى ندرس أصول ثلاثة، قل لا، تعلمناها، اختبر ونرتقي. هذا الأخ الآن لو نقول له نعيد لك الآن أولى ابتدائي، تقبل؟ تدرس سنة كاملة أولى ابتدائي؟ ما يقبل. ست سنوات أولى ابتدائي؟ ما يمكن. يقول تحطبني أنت، ما أقبل لو تعطيني ملايين. صح؟ لكن كل ما يأتي عالم يدرسنا أصول ثلاثة، يأتي الثاني أصول ثلاثة، الثالث أصول ثلاثة. نعم ممكن تأتينا دروس مذاكرة مثل ما يصنع الشيخ العصيمي حفظه الله، هذه المتون يعيدها عليك تسمعها مذاكرة يصح. أما أعيد عليك الدراسة مرة أخرى أولى ابتدائي، ثانية ابتدائي، ثالثة ابتدائي، والله ما ترضى. جزاك الله خير على هذه النصيحة. أخذنا أنه لابد أن الحقوق متبادلة، كما أن الطالب له حق على الشيخ، الشيخ له حق على الطالب، حقوق متبادلة، يؤدي الطالب حقوق ستة. نعم. الأساس يقول العلم، وكل من أتقن شيئا عرف به. إذا أتقنت العلم إيش تقول؟ إيش يقال عنك؟ عالم. أتقنت اللعب إيش يقال عنك؟ وأتقنت الضحك ضحاك، صحيح؟ نعم. وأتقنت الفن يقال عنك نسأل العافية السلامة فنان يعني حمار. نعم نعم يا أخي. المتعلم قد يكون المعلم. نعم، المتعلم إذا عمل قد يكون بهذا معلم. وأنتم الآن دعاة إلى الله شئتم أم أبيتم. تعاملك مع الناس صحيح، كيف تتعامل، كيف تنظر للنساء، كيف تتعامل مع الرجال، كيف تتعامل في حياتك اليومية.
الطواغيت خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة، لابد أن نحذر ولا تظن أنك سالم، انتبه لابد تحذر. نعم الشيخ، للبقاء في بلاد الكفر يجب تصحيح النية، تصحيح النية بأن تبقى للدعوة إلى الله، لا تمام بعلم. نعم طيب نعم. واحنا اخذنا فائده واحده الله يسامحك انت هو. نعم ايام الانسان خمسه، ايام الانسان قلنا خمسه، يوم في العدم، ويوم في الاجنه في البطن، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر برزخ، ويوم الاخر. الله يفتح عليك. أننا نتوسط في التعامل مع الكفار ونبين هذا لهم ونقول نحن لا نغش الكفار، ننصح لهم. لا إفراط ولا تفريط. نفي والإثبات. لا إله إلا الله يقول تقوم على ركنين، النفي والإثبات، الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. نعم شوف يا أخواننا، والله هذه المتون وضع الله فيها البركة، فنحن نأخذ بمتون العلماء التي أوصى بها العلماء ونمشي على هذا حتى يفتح الله علينا، لكن نتعلم تعلم حقيقي. أما نتعلم هكذا تسمع وتمشي لا يصلح، كل مرة ندرس أصول ثلاثة لا يصلح، فالمرة القادمة إذا أردتم نسأل ونختبر ثم نأخذ درس جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.